راح اقدم لكم جميع انواع اللاعبين وكل شخص له طريقه خاصه يلعب بها مثل بناء سبيد ران والتيكسوك والمحترف والنوب. وراح نبدي باول شيء هو التيكسوك، اول ناس اللي هايطون، وهذا اسوأ واحد بيهم لان حرفين حتى لو نتك ضعيف او شيء راح يتنمر عليك ويستهزئ ويظل يقول نوب وايزي وهكذا، ويحب يضحك على البشر وكل مره يدخل كيوب يطقطق على تيمي. بس ننتقل للنوع الثاني والبناء او البلدر، وهذا اكثر نوع له افكار ابداعية، من الواضح انه راح تلقى عنده فوق 100 عالم او يكون ماخذ الافكار كلها من يوتيوب اي سارقها. ومن الواضح انه كان يريد يسوي حساب اكس بوكس بس ما قدر وانتقل للبناء. او الخيار الثاني انه حاول يسوي كوستم مابات بنفسه او يكون قاعد يسوي سيرفر ماينكرافت خاص بي، وهذا هو افضل نوع، ولان بفضل راح تقدر تحصل كريدت او عمولات بفضل. لازم انت تتعلم هذه الخبرة، وخصوصا ان في بعض السيرفرات اذا عجبت بناءك راح يعطوك فلوس. ونجي للنوع الثالث وهو النوب، وتعرفوا بعد هذا ابد مو مهم اللعبة. والنوع الرابع هو اللاعب الهاركورد، بعد ما ختم اللعبة راح يظل يبني ويحاول انه يبني كواكب عالمة او تماثيل وما عنده اي اهداف، ويظل يبني ويبني الى ان يمل ويقرر انه يكون يوتيوبر ينشر فيديوهات عن هاردكور وهكذا ينشر. والنوع الخامس وهو اليوتيوبر، هذا الشخص ما يحب ماينكرافت بس يضطر انه يسوي فيديو غصبا حتى يحصل مشاهدات، واذا فقط يريد يرتاح اليوم المتابعين راح يقولون عليه ليش ساحب وهكذا. النوع السادس هو السبيدران، هذا النوع من اللاعبين راح يسوي فيديوهات باليوتيوب عبارة عن تختيم اللعبة بدون اي نقص ويوم وقت، وما يحب انه يلعبها لعبة عادية لان يعتبرها بيض، لان راح يقول لك انه اللعبة اذا لعبت اللعبة هذه يعتبر زبالة حالات سبيدران هي. النوع السابع والاخير واخيرا وهو المحترف. زين شلون اعرف نفسي انه انا محترف؟ والله اوكي اذا قلت مقياس لك سي بي اس فكلام غلط. اول شي لازم انت مفروض تعرف كل الحركات اللي هي جمب ريست وهاي سيلكت، ونصيحة خذ الاعدادات اللي يريحك وجيب ماوس كيبورد وابدي يلعب زيقة وتدرب وباذن الله راح تكون محترف. وبس اسف من على الفيديو التسليك كذلك.